ويا هلا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن خيوط الاستوكات. طبعا انا مش هقول لكم ريفيو اي خيط، الريفيو بتاع الخيوط دي ان شاء الله هتلاقوها موجود على يوتيوب يوم 2 او 3 يناير. النهارده السؤال بتاعنا بيتكلم عن الخيوط الاستوكات، وان هي بتخاف جدا ان هي تستخدم الخيوط الاستوكات، ولازم الخيط الاستوك يكون نظيف بشكل احسن من الستاندرد. اولا خيوط الاستوكات هي عالم لوحده، بنجيب منها الالوان اللي احنا صعب نوفرها او الماتيريال اللي احنا عايزين نحصل عليها ومش لاقيينها في الخيوط الستاندر. الخيوط الستاندر اللي معرفهاش، الخيوط اللي هي زي اليزا واللي هي بيكون بقى موجود عليها تفاصيل كل حاجه خاصه بالخيط، وطبعا الخيط ما بيكونش فيه اي عيوب، بيكون درجه اولى. الخيوط الاستوكات حلوه جدا بس بيبقى ليها بعض العيوب. النهارده بقى هعرفكم على العيوب وازاي تحولوها لميزات. خيط زي ده اسمه لندن، وطبعا الليبل بيتحط بس عشان الاستيراد مش عشان اي حاجه. يعني الخيط ده اصلا لا اسمه لندن ولا هو مثلا 230 متر ولا الكلام من ده خالص، هو كل ده تقريبي اللي عليه، والاسم ده بيجيبوا الخيوط دي وبيبقى الليبل ده محطوط بس كده منظر، يعني مفيش اي حاجه فيه. ففي استوكات وعليها ليبل عشان لما يجي البياع يبيع لك ويقول لك اصل ده خيط ستاندر، خيط نظيف، مش عارف ايه، لا هقولك على حاجات تخليكي تعرفي الخيط. الخيط ده مثلا استوكات، ازاي عرفت؟ شايفين شكل الفتله؟ شكل الفتله مبهدل مزجزج قوي كده، وده يعتبر اسوأ حاجه في الاستوكات عشان نكون واضحين مع بعض. الميزه اللي فيه هي لونه، التشقيره بتاعته، الشعر اللي هو فيه ده، وعارفه ان في كتير منكم بيكره حاجه اسمها شعر في خيوط، ولكن فعليا الشعر ده هو الميزه بتاع الخيط ده، وهيطلع بيدفي قوي. عيب ان هو مزجزج زي ما انتم شايفين كده ومفتل، يعني شكل الفتله اهو، شكل الفتلة وحش. وطبعا ممكن لو جبنا البكرة من قلبها هنلاقي مثلا كلكعة، خيوط متوصلة احيانا، وده برضو مش وحش، ولكن اهو جبتلكوا البكرة من قلبها. كل العيب اللي فيها ان هي بس مزجزجة. قولولي ليه استغنى عن خيط قمر زي ده وارميه واقول ان هو استوكات؟ عادي جدا ان هو يكون استوكات، شايفين اعمل ازاي مزجزج كده، بس هو عيبه الوحيد. طيب عشان اتجوز العيب ده اعمل ايه؟ انا يا ستي هشتغل كوفية، وعملت عدد السلاسل اللي انتي شايفاه ده حوالي 700 حاجة، 700 يعني مش فاكرة. بصوا اشتغلته بالمنظر ده، هشتغله حاجة بغرزة الحشو وتكون مقفلة كده وشكلها حلو، وبإبرة رقم 3 البيزك بتاع الزمان خالص، يعني أي إبرة إيميجرومي هتكون كويسة جدا 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 مع الخيط ده، بس محتاجك إن انتي تطولي بالك، تنطلقي في الخيط، ونتيجته هتطلع شبه الكوفية اللي انتي شايفاها دي. فليه لأ؟ ده خيط استوكات، ده خيط استوكات، وده بيديني تأثير الشغل الفرو التحفة اللي انت شايفاه ده. وفعليا لا ده ولا ده هقدر اوفرهم في الخيوط الستاندر. فاحنا بنروح على الاستوكات لما نكون عايزين نعمل حاجه مترقعه مجنونه ومحتاجين الخيوط تساعدنا. خيوط الاستوكات هي بتكون البديل التحفه للموضوع ده. وكمان ده استوكات اهو. عيب الخيط ده ايه بقى؟ انه الليبل بيكون مزنوق زي ما انت شايفه كده، ممسوح، مفيش اي تفاصيل، يعني لو جيتي حتى اهو مش هتلاقي اي تفاصيل للابره، الارقام ممسوحه جامد. اتعذبت قوي عشان اعرف رقم الابره المناسب، واستخدمت رقم ابره 4.5 عشان اطلع النتيجه القمر اللي انت شايفاها دي. كل اللي انا عملته عملت فاتوره صغيره، ابتديت اجرب، حسيت ان ابره رقم 6 ابره تكون اوفر قوي وهتخلي لي الغرزه تبعي مرخيه، وطبعا هفهمكم ازاي تنفذوا الغرزه وتبتدوا ان انتوا تعملوا البطرانكم الخاص. شايفه يعني في فرق ما بين الابره دي والابره دي، والنتيجه طالعه تحفه فعليا. دي بدايه سكارف من خيط فعليا استوكات، وعايزه اقول لك ان ملمسه خشن. عيبه بقى ايه؟ ان تلاقي فيه توصيلات، وطبعا ما لقيتهاش كتير الحمد لله، والفتله مره تكون مبرومه كده ومره تلاقي برمه دي مش موجوده، تلاقيها فجاه اهي. هي ده العيب اللي فيه، يعني ان هو مش مجدول بكفايه من كافه الاماكن، وده يعني اعتقد انه مش عيب رهيب، لان احنا كده كده بنجدل الخيط واحنا شغالين بالغرز اللي بنشتغلها. خيط زي ده هو ده عيبه، بس ما فيهوش اي حاجه غير ان هو ده العيب بتاعه. بس اللون تحفه، اللون ده انا ما لقيتوش في الاستاندر اصلا، بدور عليه على فكره بقالي حوالي 4 سنين ومش لاقياه كلون، فحلو قوي. البكره القيمه بتاعت ايه بقى العيب بتاعها؟ العيب بتاعها ان هي زي ما انت شايفه ضخامتها، البكره بتيجي فوق النص كيلو، يعني دي كده 650 جرام بقدرة قادر كده، دي 650 جرام. مسكتها طبعا بتكون صعبة، فالخيط بيروح يفط كده في جنب واحد، وبتتبهدل لما تتشال من مكان لمكان كذا مرة، فبتلاقيها خدت المنظر اللي انت شايفاه ده. بس يعني هو ده العيب بتاعها. عيب تاني ليها ان الخيط سميك جدا، فانت لو تشتغلي غرزة عدلة زي ما انا اشتغلتها مثلا اهو، يعني بصراحة نتيجته تحفة فعلا، عندك حق. بصي يعني النتيجة بتاعته
عامله ازاي، حلوه قوي. ولكن انا شغاله بابره رقم 8 ودي اكبر ابره عندي في البيت، يا ريت لو كان في رقم 9 مثلا او 10 هيطلع السمك اقل من كده شويه. طبعا اشتغلتها برقم 6 وكانت كبيسه، بس هيطلع السمك اقل من كده. دي رقم 8 اهي، بس الغرزه مقفله قوي. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان الخيط سميك. سمك الخيط حلو قوي للبطانيه، حلو قوي للبلوفرات، الحاجات دي كلها، بس في التونسي مستو يعني هتروح شويه مع الغرزه العدله. حلو قوي للتريكو، حلو قوي للكروشيه العادي، حلو قوي لغرزه النسيج في الكروشيه التونسي، تطلع تحفه عليه لان الخيط سميك. وطبعا هي بتحب الابر المتوسطه، مع سمك الخيط هيبرز قوي الشكل الهندسي اللي في الغرزه، ولكن مع الغرزه العدله نفسها لا، يعني مش احسن حاجة. نتيجة فعلا حلوة واحلى من الستاندر كمان. وبصراحة عشقت الخيط ده، والخيط ده الخيط ده انا مفكرش اجيبه تاني الا لو حد عايز نفس التأثير بتاع الغرزة، لانه التأثير الشعر والماتريال الفاشون قوي دي بتظهر دايما من الخيط ده، فهو بيبقى شكله قذر قوي على فكرة، وحتى في المحل محدش بيقرب ناحيته، ولكن هو فعليا حلو قوي بس محتاج طولة بال. الخيط التاني اللي هو في الكوفية اللي انتوا شايفينها دي، ده كان خيط استوكات، كان خشن عن ده والماتريال بتاعته كانت اقوى شوية وسميكة، بس برضو اشتغلته بابرز رفيعة جدا اللي انتوا شفتوها من شوية، عملت بيه الكوفية دي كانت تحفة فنية بصراحة. فاحنا بس بنعيد التجربه بالخيط، لكن ده وده حلوين قوي. ده لو انت عايزه تعملي حاجه ليها تاثير الفرو هيطلع معاكي تحفه فنيه، وزي ما انت شايفه النتيجه عامله ازاي، كانها قطعه فرو كده موجوده على جنب. كده يكون فيديو النهارده خلص، فيديو بسيط وسريع يعرفكم الفروق ما بين الخيوط الاستوكات اللي تشتروها واللي ما تشتروهوش. وما تقلقوش خالص، شوفوا النتيجه اللي انتوا عايزين تحصلوا عليها من الخيط، امسكوا الفتله كده وشوفوا. وعلشان طبعا بتكوني عند البياع او حاجه، امسكي البقره دي، فعليا انا مش عارفه لها وش من قفا، بس انا مع كل ده جبتها من قلبها، ما تسالونيش ازاي. بس يعني عامه بتحطي صوابعك جوه كده بشكل عشوائي يعني، وبصي كده على الفتلة، طبعا ما تشديش هناك، بس يعني ايه شايفة، بصي على الفتلة هتلاقيها طالما برا زي جوه الفتل دي تمام. وبس نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اي حاجة عايزين تسألوا عليها او قلقانين منها في مسألة الخيوط دي قولولي وانا هجاوبكم. طبعا الخيط ده اللي بيسأل عليه اغلبه خلص، والالوان بتاعته خلاص سولد اوت، والخيط ده برضو الوانه بما انها نادره شويه فهو خلاص قرب يخلص، وده اللي عايزه برضو الوانه والماتيريال بتاعته كلها خلصت. الحاجات دي لو لقيتوها في المحلات اشتروها، ولو سالتوني عليها في بعض الحاجات منها خلص وفي بعض الحاجات منها لسه شغال. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعه. مع السلامه، باي.